هو حقيقة مباراة لعبوها بدون أي ما عندنا حتى تبخسيون علينا في هذا الماتش جايين باش نتفرجوا في المغرب الصباح في مباراة كبيرة بحال هذا المستوى واش عندنا دي شونس ولا لا لاعبين ضد فرقة زعما من عيار كبير يعني نقدر نقولوا غير خسرنا بواحد الزاوية راه النتيجة إيجابية ما عندنا حنا جايين من ديبلاصة دابا من موسكو زعما النتيجة اللي كانت حنا فرحانين بها ديجا تأهلنا الماتش كان زوين وكل شيء كان هو هذاك الحمد لله نتمناو الماتش يدوز زوين إن شاء الله هذا هو اللي مهم دابا حنا جايين غير نشطوا معاهم المنتخب ديالنا جينا نصفقوا عليهم في الاخر هذا هو اللي مهم وجيما مغرب Allez, Maghreb, allez, Maghreb, allez, Maghreb, allez, Maghreb.